في حالة تعد الأولى ولادة توأم ملتصقين بالرأس في محافظة الحديدة، والأطباء المشرفون على الحالة يؤكدون أن حالة أحدهما الصحية جيدة. في أول حالة تشهدها محافظة الحديدة أنجبت امرأة من مديرية زبيدة توأمان ملتصقان في الرأس، أحدهما حالته الصحية جيدة والآخر حالته الصحية غير مستقرة. هذه الحالة منذ أمس حيث تمت ولادة قيصرية لامرأة حامل، وتبين وجود طفلين ذكرين بالتحام بالناحية الجدارية للدماغ. أحد الطفلين بحالة صحية جيدة والآخر الحالة الصحية له متوسطة، مع وجود تشوهات مرافقة في الجهاز البولي والجهاز القلبي الدوراني. أول مرة لدينا في الحديدة مثل هذه الحالة، والآن تم إجراء الفحوصات اللازمة لهم والأجهزة الضرورية من ناحية الدماغ وناحية البطن. الفحوصات الأولية السابقة التي أجريت قبل الولادة أظهرت أن التوأم ملتصقان، ومنذ ذلك الحين ووالد التوأم يبحث عن من يمد له يد العون والمساعدة من أجل السفر إلى الخارج لإجراء عملية الفصل. نحن ناشد الرئيس والجمهورية أن يكونوا معنا في عون هذه الأطفال الذي ليس لهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يساعدوهم في هذه حالتهم الذي هي حالة نادرة سبحان الله، ونرجو منهم إن شاء الله العون والمساعدة. الأطباء المشرفون على الحالة أكدوا أنه لا بد من إجراء العملية في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن الموت يتهدد حياة الطفلين.